بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. بقية ما ورد في النوع الرابع عشر من معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها فائدة في بيان معنى الآية. بالأمس تكلمنا على بيان معنى كلمة سورة، اليوم نتكلم على بيان معنى آية. نقول أن سورة البقرة آيتها مثلا إيه عددها كذا، سورة آل عمران آيتها عددها كذا وهكذا، فمعنى آية. أما الآية فلها في اللغة ثلاث معان، يبقى لها معنى لغوي ومعنى إيه اصطلاحي. معنى اصطلاحي اللي هي إيه، قدر معين من الآية من القرآن يقف عنده النبي، فالنبي كان يقف عند نهاية الآيات، فكانوا يعرفوا نهاية الآيات بوقوف النبي. دي معناها إيه الاصطلاحي، لكن معناها اللغوي، ما هي كلمة آية دي موجودة في اللغة قبل ما يبقى في قرآن، كانت مستعملة، فمعناها في اللغة إيه بقى؟ قالوا ثلاث معاني. أحدها جماعة الحروف، أحدها جماعة الحروف. قال أبو عمرو الشيباني: تقول العرب خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم. ثانيها يبقى يعني آية معناها جماعة، فيقول لك خرج القوم بآيتهم يعني بجماعتهم، يبقى آية معناها إيه؟ مجموعة من الكلمات. فهمت بقى إزاي؟ أدي أول معنى، يبقى أول آية معنى في الآية جماعة. فهمت؟ للمعنى الثاني الآية معناها العجب، يقول لك فلان ده آية في الذكاء، يعني حاجة عجيبة. فهمت إزاي؟ زي ما نقول كده النبي آية في الجمال، آية في الكمال، آية في الجلال، آية في الإيه في الشجاعة، آية في الإيه في العبادة وهكذا بقى. يبقى آية يعني شيء عجيب، يعني يتعجب له من إيه من عظمته. يبقى الآية العجب، ومنها كمان معجزات الأنبياء نسميها آيات لأنها شيء عجيب. فهمت إزاي؟ يعني نقول آية سيدنا صالح إيه؟ تقول الناقة، واخد بالك؟ لأن هي الشيء العجيب اللي تعلق برسالة سيدنا صالح الناقة، اللي تعلق مثلا بسيدنا موسى تسع آيات، يعني تسع معجزات، فأيضا آية بمعنى معجزة، واخد بالك إزاي؟ والمعجزة معناها برضو شيء عجيب لأنه خارق للعادة. فهمت؟ تقول العرب فلان آية في العلم وفي الجمال. قال الشاعر: آية في الجمال ليس له في الحسن شبه وما له من نظير. ده النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. فكأن كل آية عجب في نظمها والمعاني المدعى فيها. يبقى الآية معناها أمر عجيب، فإذا تعلقت بالقرآن لعجب إيه لشدة صعوبة تقليد نظمه، بحيث أنه أعجز الخلائق منفردين ومجتمعين إنسا وجنا في كل عصر إن يجيبوا إيه آية مثله أو حتى صورة مثله أو عشر سور. يعني الأول قال لهم هاتوا مثله فعجزوا، قال طب بلاش مثله هاتوا عشر سور بس، بيخفف المسألة برضو ما نفع، طب صورة واحدة يعني كل شوية وبرضو يعجزوا. فهم؟ وبعدين ايه ده مش الانس والجن منفردين وفي عصر معين او مجتمعين في عصر، لا ده طول الزمن كده. فهم؟ مع توفر بقى الفصحاء والبلغاء على مر العصور، واخد بالك؟ برضه ما يعرفوش يا اخي، سبحان الله. المتنبي ليه محاولات وكان يعتبر ابلغ اهل عصر، حاول يعمل محاولات كده يعني، وفي الاخر ايه قعد له يجي شهر
وطلع البيت بتاعه كله مليان ورق مقطع. يعني كل ما يكتب ويجتهد يروح مقطع. طلع لقوا بيته كله زباله مليان ورق مقطع، عجز. فهمت بقى ازاي؟ ثالثها العلامه، يقول لك ايه ملكه، يعني علامه ملكه، مش كده برضه؟ يبقى الايه معناها العلامه. تقول العرب خربت دار فلان وما بقي فيها ايه، يعني علامه. فكأن كل ايه في القران علامه ودلاله على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف في وزنها، دي من ضمن الأسئلة اللي ايه كانوا يعجزوا فيها الطلبة في الأزهر، اللي تشافوا يقول له اوزن آية، عشان لأنه اختلف في وزنها. هو لو كان مش مختلف مش هيسألك فيه، هو لازم يسألك في حاجة تحتها عقربة تقرصك. فهمت بقى ازاي؟ فيقول لك ايه وزن آية. واختلف في وزنها، فقال سيبويه فعله، فعله آية على وزن ايه؟ فعله بفتح العين، وأصلها آية آية تبقى فعله. فهمت؟ بس لما اليائين مفتوحين ورا بعض فحذفت واحدة وخليها ايه؟ آية، بدل ما تبقى آية تبقى آية، حذفنا إيه علشان النطق هيبقى صعب. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فجاءت آية. وقال الكسائي أصلها آيية آيية يعني فاعلة. فهمت؟ آيية يعني الكسائي يقعد يتخانق مع سيبوي. فهمت ازاي؟ سيبويه يسأل الكسائي يقول له فاعله. فهمت ازاي؟ يقول له ساقط. وروح الكسائي يسأل سيبويه يقول له ايه؟ يقول له فعله. يقول له برضه ساقط. لا ده عاجبه ده ولا ده. علماء النحو دول خناقاتهم اشد من خناقات الفقهاء في فروع الفقه. يعني خلافاتهم رهيبه. ومذاهبهم اكثر من مذاهب الفقهاء في اللغه. فالمهم، فقال الكسائي أصلها آيية على وزن فاعلة، حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في دابة، لأنه وإلا كان هيبقى إيه؟ لو آيية بقى نعمل إيه؟ نقول آية آية زي دابة نشددها وهي مش مشددة، فعشان نهرب من التشديد خليناها ايه؟ همزة ايه؟ وصل، كأنها همزتين جنب بعض. وأما في الاصطلاح، الاصطلاح بقى اللي هو ايه؟ اللي هو المعنى اللي طرأ عليها بعد نزول القرآن بقى، يبقى تملي الاصطلاح معنى يطرأ على الكلمة بعد ما كان لها معنى لغوي صار لها معنى، زي زكاة، كلمة زكاة دي ليها معناها النماء أو البركة أو التطهير، معناها كده طول عمرها. جاء بعد كده عند المسلمين معنى الاصطلاحي هو ايه؟ اخراج قدر معين من مال مخصوص ايه في زمن مخصوص الى مصارف مخصوصة. فهمت؟ فصار لها معنى اصطلاحي تاني. واما في الاصطلاح فقال الجعبري في كتاب المفرد في معرفة العدد حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا. ليه تقديرا؟ لأن في بعض الآيات كلمة واحدة مش جملة، عشان كده قالك تقدير ومسكت عشان إيه ما تجيش تقول له طب ما فيك آيات كلمة واحدة والفجر بس آخر آية والضحى آية الله وبعدين مدهمتان آية ياسين آية. فهمت إزاي؟ وعشان كده قالك أو تقديرا يعني. فهمت؟ ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة، يبقى كأن الآية عبارة عن مقاطع في سورة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى السورة مكونة من عدد من المقاطع، كل مقطع نسميه آية. فهمت؟ وأصلها العلامة،
ومنه إن آية ملكه، لأنها علامة للفضل والصدق، أو الجماعة لأنها جماعة كلمة. وقال غيره: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس بينها شبه بما سواها. الكلام كل الكلام ده قابل للمناقشة، لأن أحيانا الآية تبقى جزء من معنى التي بعدها والتي قبلها. هو قال لك أنا منقطع، منقطع إزاي؟ إذا كانت منقطعة لفظا ماشي، لكن مش منقطعة معنى. فهمت؟ عشان كده تلاقي كل واحد يعرف، يجي ناس إيه تناقشه في تعريفه، يقول له بس أنت كده، لأن عايزين يوصلوا لتعريف إيه؟ جامع مانع، يعني يجمع كل ما تحته ويمنع دخول غيره. فهمت بقى إزاي؟ لدرجة ساعات يقعدوا يتخانقوا على تعريف حاجة معينة 200 سنة. شوف قد إيه، زي أصول، كلمة أصول الفقه. لا، قعدوا يعرفوها سنين طويلة، يجي 150 سنة، لحد ما استقر في الآخر تعريف اللي قاله البيضاوي ولا اللي قاله الحاجب ولا وهكذا. لأن الأمة أمة إيه؟ مفكرة، مش مقلدة لبعضها البعض، تتعلم وتفكر ومبدعة، تولد علوم. أمة النبي كده، أمة مفكرة مبدعة مولدة للعلوم. فاهم؟ لحد ما جم الجماعة إياهم خلونا إيه؟ خلاص نقلد على طول ديول. قال ابن تيمية يبقى نمشي ورا كأنه يوحى إليه. لا، عالم زي سائر العلماء، كلامه قابل للمناقشة ببساطة، ورحمه الله. فهمت ازاي؟ لكن هم لما خلوه بهذه الصورة الناس حتى ما بقتش تقول رحمه الله، فهم أذوا ابن تيمية. فهمت ازاي؟ لما تبالغ في العالم وتخليه لا يخطئ، هتخلي الناس تفر من علمه وتنفر من علمه. لكن طول عمر الأمة تتناقش، الشافعي قال ويرد عليه الحنابلة، ويرد عليه الأحناف، والشافعي يرد على محمد بن الحسن، وده يرد على، ما حدش معصوم، كل واحد كلامه قابل للمناقشة، إلا عند الوهابية. ابن تيمية غير قابل للمناقشة. أنا كنت أيام ما كنت بناقشهم زمان في شبابي، كنت ساعات أجيب لهم، أقول له يعني أجيب لهم حديث عن النبي واضح كده يخالف فتوى ابن تيمية. فكلام النبي أهو، كلام ابن تيمية أهو، يناقضه. يوم يقول لك إيه؟ بس ابن تيمية قال. لا، بقى النبي، بقول لك النبي. تقول لي بس ابن تيمية؟ فبطلت اناقشهم بقى، لما لقيتهم بهذا المنطق بطلت اناقشهم بقى، يبقوا جهله، والجاهل لا يناقش. فهمت بقى؟ طالما وصلت ان ده جاهل بقى ما تناقشوش بقى، هيتعبك وتتعب نفسك وتضيع وقتك. واخد بقى؟ فاذا ختمهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلاما، يعني قول كلمه حلوه وسلام عليكم انا مستعجل. فهمت ازاي؟ ما تضيعش وقتك معاهم. علشان كده شوف العلماء الكبار دول، كل واحد يقول حاجة التاني يرد عليه، وده يرد عادي طول عمر الدنيا كده، لحد ما جم الوهابية بقت في علماء عندهم لا يرد على كلامه، والإخوان المسلمين لا يرد على كلام حسن البنا. كلام حسن البنا عندهم قانون. قال ليه؟ حسن البنا قال وهو شاب عنده 28 سنة 26 سنة، قليل الخبرة، كلامه قابل للمناقشة، إيه المشكلة؟ ومش عيب إن أنا أقول كلام ويناقش، لأن أنا مش معصوم، ما يجراش حاجة. فهمت بقى؟ وكذلك عندهم ابن باز كلامه لا يناقش، ابن عثيمين كلامه لا يناقش، ابن مش عارف ايه كلامه لا يناقش. طب انا ابن رشدي كلامي ما تدخلني معاكم. واخد بالك؟ واخد بالك؟ حاجه غريبه الشكل. وقيل هي الواحده من المعدودات في السور، سميت به لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدى بها. وقيل، شوف، قيل 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 تملي كده، إلا عند الوهابية قول واحد. فهمت ازاي؟ دي مشكلة كبيرة. احنا ليه كل شوية نجيب سيرتهم؟ علشان ننبههم. عارف انت لما يبقى واحد مغمى عليه ميت تفضل تضرب كده لحد ما يفوق، فاحنا قاعدين بنضرب فيهم كده يمكن يفوقوا شفقة عليهم. فهمت ازاي؟ وربنا يكرمهم ويبصرهم، لان هم مهما كان اخواننا مسلمين، اخواننا جهلة مسلمين،
محتاجين يتعلموا ومحتاجين يشفق عليهم ومحتاجين الدعاء وكل حاجة. فهمت ازاي؟ فمناقشتنا ليهم مش معناه اننا بنكرههم في قلبنا، بالعكس احنا نحب أمة النبي كلها، عاصيهم وطائعهم كلهم أمة النبي كلها لازم تبقى في قلبك كلها، وتدعي للمسلمين المذنبين منهم والصالحين وكله. هي النبي علمنا كده اننا نحب كلنا مع مناقشتنا لبعض ومع اختلافنا بنحب، زي ما تختلف مع ابوك يبقى كرهته، او اختلف مع ابني يبقى كرهته. فالخلاف ليس معناه الكراهية، لكن عندهم لانهم جهلة لما تخالفوا يفتكرك بتكرهه، وده خطأ. انا ما بكرهوش ابدا، انا ممكن اختلف مع استاذي واختلف مع شيخي واحبه وادعي له واقدره. فهمت بقى ازاي؟ طول عمر الامة كده لحد ما جم دول الله اعلم جولنا منين، واخد بالك ايه؟ فعملوا الخلاف سبب كراهية، والكراهية سبب فتنة، حتى وصل ان يقتل اخيه بيده الى هذه الدرجة. فهم؟ وقيل لانها علامة انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعها عما بعدها. ده من حيث على فكرة ايه؟ النطق بس، وليس من حيث المعنى. انقطاع ايه؟ من حيث بس ايه؟ اللفظ. يبقى انقطاع لفظي لا انقطاع معنوي. فهمت بقى؟ قال الواحدي ولكن لو قصد انقطاع تام معنا ولفظا يبقى كلامه خطأ على طول كده، لكن احنا نحاول نفهمه بطريقة صح. اما ما يقول انقطاع ما نقولش ان هو يقصد معنا ولفظا، يقصد لفظا دون المعنى. ليه؟ لان في بعض الايات مترتبة على بعضها البعض، واخد بالك؟ قال الواحدي وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية، لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. يعني النبي وقف أحيانا في وسط الآية، مش كده برضو؟ أحيانا يقف، وأحيانا، واخد بالك إزاي؟ زي أأنتم أشد خلقا أم السماء، وقف هنا بناها. فهم؟ فهي احيانا تقف، هي مش مجرد الوقف معناه نهايه الايه، نهايه الايه لتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ وقال ابن المنير في البحر، ما تقراش بقى المنير، ابن المنير ابن المنير الاسكندراني، لانه كان قاضي الاسكندريه. ساعات يقول لك ابن المنير الاسكندراني، لانه مع انه هو مش من الاسكندريه بس عين قاضي الاسكندريه، فايه؟ فنسب الى الاسكندريه. وقال ابن المنير في البحر ليس في القران كلمه واحده ايه الا مدهامتان. طب ما كلامه قابل للمناقشه ابن المنير. طب ما كلمه والفجر ما هي كلمه، يمكن يقصد ان واو العطف دي زائده عليها. فهمت بقى ازاي؟ مش واو القسم دي كلمة؟ وبعدين الايه؟ الفجر. علشان كده ممكن هو نظر اليها من هذه الجهة فما عداهاش ايه؟ كلمة واحدة. فهمت بقى ازاي؟ وممكن واحد يقول لك لا ده حرف، مش 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 كلمة. طب ما هو الكلمة برضو ايه؟ يطلق على الكلمة ولو حرف. فهمت؟ واو، طب ما دي كلمة ايه؟ فهمت ازاي؟ وبالتالي يعني الكلام العلماء قابل للمناقشة يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها ايه كل حاجة كده. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. لكن على اي حال ابن المنير مشي ورا الداني برضو، ابو عمرو الداني قايل قبله ان لا يوجد آية واحدة في القرآن كلمة واحدة الا مدهمتان. ده مشي ورا ابن ايه؟ عمرو الداني. عمرو الداني قايل كده برضو، وهو راح ناقلها منه. واحيانا الواحد ينقل ولا يفكر. فهمت ازاي؟ ففكر شوي، ممكن لو فكر كان طلع علم جديد. فالتقليد احيانا يمنعك من رؤية الجديد. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. وقال بعضهم الصحيح انها انما تعلم بتوقيف من الشارع. ريح نفسه، لو انتوا بتتخانقوا ليه؟ الآية توقف في الشارع، اللي قالوا النبي وقف يبقى دي آية بس، خلاص هتتخانقوا ليه؟ اقعدوا ريحوا شوية. فاهم؟ يعني لا، الحرب مشتعلة بين العلماء، كل واحد يعرف تعريفه وده يرد عليه، وده يعرف تعريفه. يا جماعة بالرأي اهدوا،
دي بتوقيف النبي خلاص. يلا يلا اشربوا شاي بقى، يلا ما تزعلوش، فاهم؟ بيفك الاشكال يعني، فاهم؟ وقال بعضهم الصحيح انها انما تعلم بتوقيف من الشارع لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورة برضو. فالآية طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاعها معنا عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن. أول القرآن خالص تبتدي تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دي قطعت الكلام السابق، لأن الكلام السابق كان كلام بشر، فهمت بقى إزاي؟ ودخلت في كلام رب العالمين، فهمت؟ يبقى دي بالنسبة لأول آية، فهمت؟ يبقى علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن، كويس؟ يعني حاجة الكلام اللي يجي بعد ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم وقف وقفت أهو، يبقى إيه؟ يبقى دي آية قطعتها عن اللي هيجي بعدها، الحمد لله رب العالمين، قطعتها عن الرحمن الرحيم، قطعتها عن مالك يوم، وهكذا، فهمت؟ وعن الكلام الذي قبلها والذي بعدها في غيرهما، يعني في وسط القرآن الآية مقطوعة عن الكلام اللي قبلها والكلام اللي بعدها، بس إيه المشكلة هنا؟ قال لك معنى، لا لفظا وليس معنى، فهمت إزاي؟ برضو كلمة معنى دي فيها إشكال، لأن في آيات كثيرة معناها مترتب على معنى التي قبلها وتوضيح للذي إيه قبلها أو بعدها، وهكذا. وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن، الكلام الذي قبلها والذي بعدها غيرهما غير مشتمل على مثل ذلك. قال وبهذا القيد خرجت الصورة. وقال الزمخشري الآيات علم توقيف لا مجال للقياس فيه، فعدوا ألف لام ميم آية حيث وقعت من السور المفتتح بها، وهي ستة، في ست سور تبتدي بألف لام ميم، في الست سور ألف لام ميم معدودة آية منفصلة عما قبلها، كويس؟ اللي هي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم، واخد بالك، والسجدة ولقمان، آل السورة اللي ابتديتها إيه؟ ألف لام ميم. وكذلك ألف لام ميم صاد في سورة واحدة اللي هي الأعراف آية، كويس؟ وألف لام ميم راء في الرعد لم تعد آية. الله، غريبة قوي. يبقى دي مسألة توقيفية بقى، لما تيجي في حتت الحروف المقطعة آية، حتت تانية الحروف المقطعة مش آية، يبقى توقيفي، فهمت بقى ازاي؟ ولو عدينا الحروف المقطعة اللي معدودة آية دي كلمة واحدة، هتبقى دي آية مكلمة من كلمة واحدة، يبقى يرد على من قال ان مدهمتان هي الآية الوحيدة اللي كلمة واحدة. ولو ما عدناش آية، عدناها حروف مقطعة وبالتالي لا تعد كلمة واحدة، يبقى عنده حق اللي قال مدهمتان هي الوحيدة، فهمت بقى ازاي؟ وجهة النظر يعني. وألف لام راء في سورها الخمس آية برضو، ألف لام راء موجودة في يونس وفي هود ويوسف، مش كده؟ وإبراهيم والحجر. وطاسيم ميم الشعراء والقصص آية في سورتيهما، طه وياسين آيتان كل واحدة آية يعني، وطاسين ليست بآية، وحاميم، حاميم اللي موجودة بغافر وفي الصلة وفي الشورى سبعة، عشان كده في حزب البحر سيدنا الأم الحسن الشاذلي إيه يقول حاميم سبع مرات، يعني كأنه بيقرأ السبع سور حواميم، فهمت إزاي؟ بالتسبيع ده ملخص كل سورة في حروفها المقطعة، فهمت؟ فما تقول حاميم 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 سبع مرات قريت انت الحواميم، فهمت بقى ازاي؟ وحاميم عين سين قاف
آيتان دي في الشورى، كاف ها يا عين صاد آية في سورة مريم، وصاد قاف نون، ثلاثتها لا تعد آية، تقول قاف والقرآن المجيد آدي آية، لكن قاف لوحدها مش آية، وهكذا. هذا مذهب الكوفيين، يعني اللي فصلوا الحروف المقطعة دي آيات في بعض السور، ده مذهب الكوفيين. مين الكوفيون؟ أربعة، عاصم وإيه والكسائي وحمزة وإيه وخلف، دول إيه أربعة كوفيون، فهمت بقى إزاي؟ ففي مذهب الكوفيون دول بإيه بيعدوا، ومن عداهم لم يعدوا شيئا منها آية، زي بقى نافع وأبو جعفر المدني، وزي ابن كثير المكي، وزي ابن عامر الشامي، وزي البصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب، اللي هم باقي القراء بقى، وهم عشرة، أربعة كوفيون يتبقى ستة، اتنين مدنيان وإيه واتنين بصريان، واحد مكي واحد شامي، سهلين أهم، فهمت؟ وقال بعضهم إنما عدوا ياسين آية ولم يعدوا طاسين، لأن طاسين تشبه المفرد كقابيل، طاسين على وزن قابيل في الزنة والحروف، وياسين تشبه الجملة لأن بدايتها حرف مضارعة أو حرف نداء، فهمت إزاي؟ وياسين تشبه الجملة من جهة أن أوله ياء، وليس لنا مفرد أوله ياء. وقال القاضي أبو بكر بن العربي، كل الكلام ده قابل للمناقشة، يسري اسمه مفرد أهو وأوله إيه؟ ها؟ ها؟ وده حرف مضارع، ما هو علشان كده ممنوع من الصرف لأنه عليه وزن الفعل، مش كده برضه؟ يعني يعني أنا قصدي إن كل حاجة تقراها شغل مخك، هتلاقي نفسك ممكن تعترض وتتكلم وتناقش، وتلاقي نفسك بقيت من العلماء، ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ فهمت؟ وقال القاضي أبو بكر ابن العربي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات، وسورة الملك 30 آية، وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة البقرة. قال وتعديد الآي من مفصلات القرآن ومن آياته طويل وقصير، ومنه ما ينقطع، يعني ينقطع معنى عما قبله، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه كقوله أنعمت عليهم، عند المدنيين مثلا أنعمت عليهم دي نهاية آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دي نهاية آية، ويبقى إيه؟ يبقى على أساس أنه ما بيعدوش أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفتح، فهمت؟ على مذهب أهل المدينة اللي هم إيه؟ المدنيان نافع وأبو جعفر، فإنهم يعدونها آية، وينبغي أن يعول في ذلك على فعل السلف، يعني نعود بعد ذلك على فعل السلف وإيه وطريقة قراءتهم، فهو دي اللي هتحدد لنا هنا آية وهنا ليست آية. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولي وله ولك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف، يعني أكثر كلمة تكون عشر أحرف، يعني وردة في القرآن، يعني مثل لا يستخلفنكم وأنلزمكموها فأسقيناكموه، وقد تكون الكلمة آية مثل والفجر والضحى والعصر، خلافا لابن المنير والداني عدوها ايه مش كلمة، عدوها ايه لان فيها حرف قسم وبعدين كلمة بعدها مقسم، دي فهمت؟ وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، لان في ايه غيرهم ما عدوهاش ايه، وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمتان،
وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله مدهامتان في سورة الرحمن. يعني إيه بقى مدهامتان؟ يعني شديدة إيه الظلال حتى تميل للظلمة من كثرة تعانق غصون الأغصان فيه. هذه معنى مدهامتان، يعني مظللة، ظلال فوق ظلال وظل فوق ظل لكثرة تعانق الايه غصون اشجارها وثمارها. ادي معنى مدهامتان. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على قاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلماتك ومداد كلماتك كلما غفر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.